السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. النهاردة يا جماعة هنطوف في شوارع الصين نشوف الناس دي بتاكل ايه. هنشوف الصين بياكلوا زينا كده فول وطعمية وبتاع، ولا بياكلوا ايه. هنتفاجئ، الناس دي بتاكل أي حاجة يا جماعة، بتاكل أي حاجة بتعيش تحت الأرض، وأي حاجة بتمشي على الأرض، أي حاجة بتتنطط فوق الشجرة، أي حاجة بتطير في الهواء، بياكلوا أي حاجة بكل ما تحمل حاجة من معاني. نخش نشوف الحلقة دي ونشوف الناس بتاكل ايه في الستريت فودز او اكلات الشارع عندهم في الصين، بياكلوا ايه. تعالوا بينا كده نسمي الله ونخش. وقبل ما نخش الحلقه ونتفرج، اتمنى تكونوا اتغديتوا، عشان ما اعتقدش ان بعد ما اتفرج على الحلقه دي اكل نفس الاكل. يلا بينا. وطبعا هنا المعلم بيرص للناس والزباين الاكل. حاجه بقى ايه، حط بقى لحمه في سندوتشات، ما تعرفش اللحمه دي بتاعت ايه، توابل على لحم مشوي، يعني لفة عامة كده ومرور سريع على شكل الأكلات اللي في الشارع عندهم شكلها عامل ازاي، اللي مشوي واللي مقلي واللي مسلوق، معرفش تيورة هي. وهنا المعلم بقى حاطط حاجة في الشنطة، تعبان. اوه، هنا بتسلق التعبان وهو حي تقريبا بالمية المغلية. طبعا ايه، ينظفوه طبعا، يعني ينظفوا التعبان، وما ليه هياكلوا التعبان كده يعني بقشره، ما يصحش يعني. ناس منقرفين قوي وما يصحش يعني ياكلوا التعبان. هنا شق وهو حي وبيرعوا زي ما انتم شايفين كده. يا نهار ابيض عليكم، بيقطع بقى كانه بيقطع ايه، لانشون، قطع لانشون. بيسلقوا طبعا، بيسلقوا في الميه. تعبان ده يا جماعة، ده تعبان. وحطوا بقى جاهز الأكلة اللي يستحق يتقال عليها بالسم الهاري بجد يعني. وشوارع تشاينا بقى، والشوارع في الصين شكلها جميل كده وأمور، وقطع من اللحم ما تعرفش مصدرها ايه، وبيقلي كأنه بيقلي بتنجان، يعني كأنه بيقلي بتنجان، وهتلاقيه في النهاية أصلا تعابين. ودي بقى شكلها ايه، دي أكلات بحرية، دي شكلها اكلات بحرية. ودي طبعا ايه، اشي سبايدر على صراصير. والمعلم العقرب ده طبعا احنا بنخاف نقرب منه. وادي الديدان بكل اشكالها وانواعها، اشي جريلي واشي مشوي واشي مقلي. ودي دي ديدان طبعا شكلها من بعيد عاملة زي البلح. ده بلو فيش. البلو فيش ده يا جماعة اللي احنا بنسميه في مصر السمك النفيخة او الارنب او القراد. السمك ده يا جماعه، السمك ده سام، هو ده. السمكه دي سمكه سامه، يعني ممنوع اصلا ومحظور بيعها واكلها وكده، عشان سمكه سامه. اسمها سمكه النفيخه عشان بتنتفخ لما بتحس ان في اي خطر بيهاجمها او في اي حد بيجي. وهنا بيتعامل معاها الباشا، وبص كانه ماسك سمكه يعني بلطي عادي، ما عندوش اي مشاكل ما شاء الله يعني. يا نهار ابيض يا جدعان، هنا بيشقها عادي مفيش اي حاجة، ويسلخها ويشقها وما عندوش اي مشاكل الراجل، وهي سمكة سامة جدا. شرحها بقى شرايح بقى وبتاع، وكأنه بيتعامل مع البلطي وهي على بتلعب، اهي لسه حية، حسبنا الله ونعم الوكيل. السمكة هنا بتسبه اكيد، لا حول ولا قوة الا بالله. قطعها بقى ايه، كأنه بيقطع شرايح تفاح. وده طبعا المعلم التمساح اللي احنا بنخاف منه، هم بقى ايه عادي بيتعاملوا معاه. الله، حاجه تقرف. حاطينه بقى ايه، حاطينه بيشوه، هم مش سلخين بقى راسه على اساس بقى يثبتوا للزبون دي جزره، دي خياره، دي ولا كنز ولا ايه. يا نهار ابيض، قطع التماسيح الشهيه مع صوص القرف. الله يقرفكم والله يا شيخ. مقطعين بقى هنا التماسيح وبياكلوها بالصوص الحار بقى، او زي ما انت عايز بقى يعني، فاهم ازاي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا طبعا الايه، الاخطبوط. اهو الاخطبوط مثلا، اقول لها حاجه شبيهه بس من الاكلات اللي المعلم بياكل بقى ايه، بيستلذ مشوي بقى منه وبتاع.
وادي البنت حاولت تتحرك وتقريبا وقعت على ظهرها. ومزارع اخطبوط بقى والدنيا بالنسبه لهم لذيذه خالص، مفيش اي مشاكل. يا عجتك القرف، بنتي مقرفه قوي. هنا طبعا يعني في منهم من اللي بياكلوا كده هو حي لسه طالع من البحر بيحطه في الطبق وياكله، وفي منه اللي هو بعم يا جمل بياكل كانه بياكل حته ملبن والله، حاجه توجع البطن. هنا في ناس بتاكلها كده حيه من البحر مباشره، وفي ناس بتسلقها وبتقطعها. يا رب سلم سلم يا رب سلم. سلقه بقى الاخطبوط زي ما هو كده حي. هنا بقى العقارب. العقارب يا جماعه اللي احنا بنخاف نقرب منها، هناك في سوق معروض بقى عقارب بانواعها واشكالها، واصيان بقى مغروز فيها كميه عقارب جاهزه للشوي. وادي المعلم العقرب اهو بيتقلي في الزيت ويطلع كريسبي مقرمش يا جماعه بعقل السموم اللي في ديله، يعني مثلا مش بيشيله اهو المعلم اهو بعد القلي حاجه بقى ايه الاجه الاجه. ودول اخواته طبعا ايه مستنين دورهم على الايه على الجريل اللي يتحطوا او على الشوايه. طبعا عصيان كلها جاهزه، كل دي عقارب يا جماعه والله جاهزه. وده منيو بعمل زي كنتاكي كده، بدل ما احط لك سندوتشات البرجر والبتاع حاطط لك بقى ايه شي صراصير على الديدان على بتاع. وده بقى ده اسمه جراد البحر او قوس قزح العملاق. عندنا برضو منه استاكوزا، عليه استاكوزا، بس مش مقرف زي طبعا الحاجات التانية اللي احنا شفناها. بتتداول عندنا برضو في مصر وفي البلدان العربية عادي، وبيتاكل، نسبة فسفور فيه عالية جدا جدا جدا، وغالي برضو جدا يعني مش رخيص يعني. هنا المعلم بيفصل بقى وبيظبطه بقى، حط حواليه بقى خضرة وبتاع عشان يدي شكل برضو جمالي. وده السكويد ساشيمي، مسميين الحبار السيشيمي الصيني، حبار برضو بيقطع حتت، بيقطع وبينظف بقى منه مانيوال، في منه بينظفه بايده، وفي منه بيبقى فيه جهاز كده بيحاول ان هو يدخل الشرايح الحبار دي جوه جهاز بينظف اوتوماتيك بدل ما ينظف بالسكينه. اهو الجهاز اللي بقول لكم عليه اهو، ما شاء الله دخل السلايس من هنا تطلع لك الناحيه الثانيه متقشطه ومتشال منها الاجزاء اللي هي الغير مرغوب فيها، على اساس ان هم بيقرفوا يعني، فاهم ازاي؟ يعني بيشيلوا الحاجات اللي هي ايه اللي هي بتقرفهم يعني، على اساس ان هم بيقرفوا. ينظف اهو. لا ده بيعملها ورده يا اختي عسل. لا نزهه والله، عندهم نزاهه برضو في الاكل يا جماعه. ادي بقى الحبار الفريش، في منه بياكله كده مباشره زي ما قلت لحضراتكم، وفي منه بيطهيه وبياكله. ده ما فيهوش مشاكل فيه يعني، دي الحاجات دي عادي احنا ممكن ناكلها عادي ما فيش مشاكل. الهول لامب هيد بقى والراس الخرفان، وهنا بينظفها. دي فرشه سلك دي ولا ايه؟ فرشه سلك هو لسه هينظف بالسكينه؟ نظف يابا نظف. هنا طبعا عادي بياكلوها زينا بالظبط كده، بس طبعا مع طريقه الذبح مختلفه تماما. اكيد اكيد انا واثق في ده. هو طبعا بيبتدي ان هو يذبحه باي طريقه، او بيقتله بيقتل الحيوان باي طريقه، بالصعق بالكهرباء مثلا او الخنقه او الخبط، ويبتدي ان هو يسلقه بالطريقه بتاعتنا عادي خالص مفيش اي مشاكل. وبياكلوه برضو زينا لحمه الراس، وبياكلوا اللسان والمخ مفيش اي مشاكل، والعين دي احنا متفقين عليها يعني مفيش اي مشاكل. وهنا بقى الاجزاء بتاعت الارض يعني ده مجمع الحاجات اللي هم بياكلوها في نهايه الفيديو، ودي بقى حلقات التعابين الشهيه.
تقريبا بياكلوها الاطفال عندهم عادي. دي طبعا الجراد والصراصير، دي خنافس اهي ما شاء الله، وده كائن انا غريب ما اعرفوش. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون عجبكم، وسامحوني بقى على المشاهد، واتمنى تكونوا فعلا انت اكلتوا وشبعتوا زي الفل. اشوفكم الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله.